إلى فلسطين. تعد مهنة المبخرات من المهن النادرة في قطاع غزة. أبو أحمد سارة هو الوحيد الذي يمارسها منذ قرابة 3 عقود. تفاصيل الموضوع مع مراسلنا في غزة شعيب يوسف. هو صاحب مهنة عرفت منذ قديم الزمان. المبخرات هي المهنة التي يعمل بها أبو أحمد في أحياء وأسواق مدينة غزة. أنا بقالي 30 سنة بشتغل في البخور وبجيب يدوبك أكل عيشة عشان أصرف على أولادي. وما أن تشرق شمس الصباح حتى تقوم زوجته بتجهيز مستلزمات العمل. صلي على رسول الله. ليبدأ بتبخير بيته وأطفاله قبل الانطلاق إلى عمله. يلا الله يسهل عليك يا رحمن. روح الله يسهل عليك. يا رب يا الله. يلا قول بسم الله توكلنا على الله. يسلك أبو أحمد طريق عمله مشيا على الأقدام وصولا إلى زبائنه المعتاد عليهم، وهو الوحيد في غزة الذي يمتهن هذه المهنة. لما بيجي أبو أحمد عندنا على المحل بنحس في رزق وبنحس في راحة بال، خاصة لما يقرأ لنا على راسنا، يعني بيكون طول نهارنا حلو بيكون. وحسب الظروف الصعبة اللي بنمر فيها يعني بيجي ببخر محل وبقول لعله عسى ربنا هيك يغير الحال إلى أحسن حال. صلي على رسول الله. هاي كل يوم الناس بيقول لي كل خميس تعالى بخرنا المحلات وبتباركوا فيه، بقول ربنا هيك يرزقنا، بقول لهم اللهم صل على سيدنا محمد، الله ربنا يبشر الخير على أمة محمد هيك. هو يؤمن أن تغيير أحوال زبائنه نحو الأفضل يكون بإرادة الله، لكن لديه الثقة العالية أنه مصدر إسعاد الكثيرين. شعيب يوسف، قناة النهار، غزة، فلسطين.